مزيد بينضم لنا الاستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. برحب بحضرتك على شاشه اكسترا نيوز. اهلا وسهلا بحضرتك وفريق العمل والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، كيف تستعدون للانتخابات في الداخل بعد ان شاهدنا الكثير من ابناء الشعب المصري يذهبون لصناديق الاقتراع في الدول الاخرى؟ حزب الشعب الديمقراطي هو احد احزاب تحالف الاحزاب المصريه، ما يعني قام بالمشاركه في عدد 21 مؤتمر الى الان. ونحن نجوب البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، واليوم نحن في طريقنا الى المنصوره لاقامه مؤتمر انتخابي للدعوه الى حشد الجهود للاصطفاف في هذا الاستحقاق. رايحين شربين النهارده الساعه 3 في مؤتمر حزب الاحرار الاشتراكيين قام بالدعوة إليه، وهو أحد أحزاب التحالف. ثم بعد ذلك الساعة 6 مساء في المنصورة حزب الحركة الوطنية، هو أحد أحزاب التحالف الأحزاب المصرية أيضا، المكون من 42 حزب، ويرأسه الأمين العام تيسير مطر وكيل لجنة صناعة مجلس الشيوخ. وبعد غد في الغردقة إن شاء الله حزب المصريين برئاسة الدكتور حسين أبو العطر، هو أحد أحزاب تحالف الأحزاب المصرية أيضا. ثم بعد ذلك إن شاء الله سوف نختتم بحزب الريادة اللي دعا إلى مؤتمر حاشد لكي يعني تعرف حضرتك الصمت الانتخابي هيبقى يوم 8. يوم 8 فإحنا حاطين جدول بشكل متكامل بحيث ان احنا نخاطب المواطن المصري بخطاب محدد لاجل ان نوعيه انه اولا الاستحقاق الانتخابي ده مش مجرد شيء شكلي، لا ده حقك، ده مشاركه منك في مسؤوليات الحكم واختيار من سيحكمك، ان انت لما بتنزل بتعزز من يعني انتمائك لبلدك والرسالة اللي بتوجهها لأولادك وأهلك اللي هم لسه في بداية حياتهم، اللي هم يتمسكوا بحقوقهم، ودي أعظم رسالة وطنية نقوم بيها، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي اللي هتعود أو هيعود على مصر الخير، لأن المواطن المصري محتاج، وأنا بفهمه إن أنا أفهمه بشكل واضح إيه الشيء الملموس اللي هيعود عليك من خلال. يعني ربما احد مشاهدينا يطرح هذا السؤال على حضرتك استاذ خالد، ازاي المواطن هيستفيد اقتصاديا من المشاركه في هذه الانتخابات؟ كمان حضرتك ذكرت الاشتراكيين الاحرار والحركه الوطنيه والمصريين والرياده، واضح انه اليمين واليسار الكل في خندق واحد في هذه الانتخابات. لا، حزب المصريين برئاسه الدكتور حسين ابو العطا غير حزب المصريين الاحرار. نعم. انت عارف في العموم نتحدث عن وجود اليمين واليسار بغض النظر عن الاسماء، يعني انا اعرف ذلك، ولكن انا حبيت ان انا اوضح لسبب بسيط. الخارطه السياسيه محتاجه شويه يعني تخصص، والشعب المصري دلوقتي اصبح بيهمه الاقتصاد نمره واحد، يعني نمره واحد الاقتصاد. انا بقول له السياسه هي الراس والاقتصاد هو الزي، بمعنى ان حضرتك موتور العربيه بيبقى هو اللي بيقود الامور اللي هو القياده السياسيه. الاقتصاد بقى اللي هيعود عليك بالنفع في مشاركتك السياسيه، ان حضرتك هتوجه رساله للعالم ان مصر مستقره امنه، ان مصر استحقاقها الدستوري ودوله ذات سياده ومهتمه. ما يدعم الاستثمار الخارجي في الداخل؟ الاستثمار الخارجي بيدرس الحالة السياسية أولا للبلد والنظام السياسي بتاع البلد أولا قبل ما بيدرس مشاكلها الاقتصادية، بيدرس النظام السياسي أولا، بيعرف هل والنظام الأمني، النظام السياسي والنظام الأمني، بيعرف إذا كان هيبقى آمن على نفسه وبيته وأمواله ولا لأ، بيعرف إذا كان حقوقه هيقدر ياخدها في قضاء عادل في بلد مستقر مؤمن بفعل جهود رجال الامن الشرفاء
وبفعل الأمن القومي اللي بيحمي حدود مصر شرقا وغربا وجنوبا، بيدرس الحاجات دي كلها، بيشوف البلد دي مستقرة، دي البلد فيها استحقاق رئاسي، يبقى دي بلد مش بلد من جمهوريات الموز. يعني وصلت هذه النقطة. سؤالي الأخير أستاذ خالد، على من تعاونون في هذه الانتخابات؟ على الشباب، على النساء، على الرجال؟ أعتقد في معظم الاستحقاقات والاقتراعات النساء بتكون الأكثر حضورا، هل نفس السيناريو هتكرر في هذه الانتخابات؟ التركيبة الاجتماعية للشعب المصري لم تختلف كثيرا. التركيبة الاجتماعية طبعا الشباب هم أول فئة، والشباب منهم الإناث والذكور. نعم. لا أستطيع أن أنكر أن المرأة المصرية تقوم بدور عظيم سلما وفي كل الأوقات. الانتخابات المرأة المصرية هي اللي بتقود الأسرة، هي وزير مالية الأسرة، هي التي تربي، هي اللي بتزرع في قلب الطفل الوطنية وحب البلاد. المرأة مهمة جدا، الشباب مهم جدا. طبعا في طوائف كثيرة من المجتمع، ونحن نعول على كل فئات المجتمع، ولكن المرأة المصرية في الصدارة مقدرش ننكر. بس أهم ما أقوله أن أسلوب التوعية، أسلوب التوعية مهم جدا، حتى نستطيع استثمار. أنا بشكر حضرتك وبعتذر لك لانتهاء وقت هذه التغطية. الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، كنت معي هاتفيا من القاهرة.